مدام هند، انا فريده القماش. اهلا وسهلا. هو انتي ينفع تعملي لي شعري ولا بطلتي؟ لا ما بطلتش يعني، بس انا بشتغل يعني في حالات معينه. كيم كارداشيان مثلا في مصر، جينيفر لوبيز، دي الحاجات الوحيده اللي بتخليني اشتغل بايديا. اه قصدك ان انا؟ لا والله خالص مش بغلس عليكي ولا حاجه، انا بتكلم بجد. طيب لو مش هينفع تعملي لي شعر، ينفع تسيبي يوسف؟ تسيبيه في حاله يعني؟ انتي بتهزري مش كده؟ مش بهزر، بتكلم جد. انا مش هقول لك هيبهدلك وهيلعب بيكي وانا خايفه عليكي، الكلام القديم ده كله. انا هقول لك ما بيحبكيش، بيحبني انا وما حبش غيري. وانتي مش شبهه ولا هو شبهك، واهلك واهله مش لاقيين على بعض. مش فاهمه ايه المطلوب مني دلوقتي اعمله لك. المطلوب انك تسيبيني. آخرة الموضوع ده فركشة. ليه تدخلي في حاجة آخرها فركشة؟ واللي أنت بتطلبيه مني دلوقتي خوف عليا؟ ولا غيرة على يوسف؟ ولا شر للشر؟ غيرة على يوسف. هو أنت مش تقريباً مخطوب لوليد الحديدي ولا هو سابك؟ ما سابنيش طبعاً. بس أنا بفكر أسيبه. طب يا فريدة يا قماش، حابة أنصحك نصيحة. اوعي تسيبي وليد الحديدي أبدا، علشان واحدة في أخلاقك مفيش راجل في الدنيا هيقبل بيها غير وليد الحديدي. دي أول حاجة. تاني حاجة بخصوص يوسف، يوسف يا فريدة لما بيرمي حاجة على الأرض عمره ما بيوطي ويجيبها تاني، حتى لو الحاجة دي غالية عنده. فتخيلي بقى الحاجة دي ولا هي غالية ولا هي مهمة عنده، تفتكري هيوطي ويجيبها تاني على الأرض؟ مستحيل. مش يوسف. أنا شايفة ما شاء الله شعرك حلو قوي، مش محتاجة أعمل. نورتيني يا حبيبتي. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتشت، ما تخليش حاجة تفوتك.